مرة أخرى يضرب موعد جديد لطي ملف عدل واحد، هذه المرة نهاية سبتمبر آخر أجل لتسليم 30 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني حسب ما أعلنه وزير السكن كمال بلجود. بداية شهر رمضان إن شاء الله يفتح الموقع لكافة مكتتبي عدل واحد، وأول تسليم أول عملية تسليم المفاتيح بالنسبة لعدل واحد للباقية هي مع منتصف إن شاء الله رمضان. من منتصف رمضان والعملية سوف تستمر إلى غاية 30 سبتمبر. مع نهاية 30 سبتمبر إن شاء الله نقفل نهائيا عدل واحد، وسوف نعمل على كما نقولوا على لو ريسبي دو سيرتي شيونس. الوزير وخلال زيارة ميدانية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله وقف على أشغال تهيئة أحد المواقع المنتظر تسليمها منتصف الشهر المقبل، أين أكد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز. يلفو مينتينير هاد لي مويان لا كادونس هادي. شوف هنا لي لوجمون طالعين كاملين شابين دي فير دي ماتونو جو لو ردي، الحالة مليح، دراهم كاينين، المؤسسات كاينين، يبقى علينا العمل pendant les 3 mois pour clôturer comment les communes bonne fois pour toutes l'histoire de la DL1 avec tous les souscripteurs. وبخصوص احترام المعايير والنوعية في إنجاز السكنات الذي أثار بعض الجدل في الآونة الأخيرة، أكد بلجود أن الأمر غير مقبول وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم. المواطن كي يشوف الجودة ما كاش راه يعلم ونتخذ الإجراءات كيف Il n'est pas permis d'avoir une qualité médiocre, subhanallah. ولكن لازم هذا عمل الجميع. عمل لازم كل الناس تتحمل المسؤولية شوية، ماهوش فلان وفلان، كل الناس. وعلى أمل طي ملف عدل واحد في 11 ولاية، تبقى مشاريع السكنات في مختلف الصيغ مستمرة حسب تطمينات الوزارة الوصية.